السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أسماء من قناة هي. النهاردة هنعمل مع بعض كبدة زي بتاعة اللي بتتباع في المحلات بالظبط، اللي بتتباع في العربيات بمعنى أصح، بكل تفاصيلها. معانا دلوقتي دي نص كيلو كبدة، بتبقى متقطعة كده، اسمها متقطعة صفير، تمام، بالشكل ده صغير. ممكن تشتريها كده من الراجل، أو ممكن انتوا تقطعوها بمعرفتكم. ودي معلقة كبيرة توم، وده معايا فلفل حراق على بارد، الاتنين على بعض. ودي خلطة كبدة كنت جايباها برضو من ماي واي. ودي التوابل اللي انا حطها معايا، توم باودر، ومعايا سوري توم باودر على بصل باودر وفلفل اسود وشطة وملح. هنبدأ دلوقتي واوريكم هنعمل ايه. بنجيب طاسه طبعا تكون غويطه زي كده او حله، تمام، وهنبتدي ننزل دلوقتي بالكبده. هنحط الاول كميه زيت زي ما احنا هوريكم دلوقتي، وبعد كده هننزل عليها بالكبده. دي كميه الزيت اللي احنا هنحتاجها. طبعا هو الزيت كتير، بس ما تقلقوش، بعد ما بنخلص خالص هنصفي الزيت. لازم يكون الزيت يكون الكميه كده، تمام، وبعد لما هنخلص خالص هنصفي الزيت ده منها، تمام. هنستنى الزيت بقى يسخن، بعد كده هننزل عليه بالكبده. طبعا انا نزلت دلوقتي الكبده، هسيبها لغايه لما تغير اللون بتاعها، هنفضل نقلب فيها كده. الكبده طبعا انا هعصر عليها ليمونه، هنفضل نقلب فيها لحد لما تغير اللون بتاعها. كده اللون بتاعها ابتدى، ده فلفل حامي على بارد. طبعا ممكن تحطوا بارد بس او تحطوا حامي بس. هننزل بقى بيه دلوقتي، لازم يكون الفلفل كتير. طبعا احنا لما خليت الاول الكبده لحد لما غيرت لونها وفلفلت، تمام، اهي ما نزلتش اي ميه خالص. طبعا لو هي نزلت ميه هتبقى اللي طعمها طعم حاجه تانية خالص. احنا قلنا ان الزيت ده كله هيتصفى في الاخر، بس هي علشان تبقى زي بتاعه الشارع بالظبط كده الاسكندراني، لازم تتحط في كميه زيت زي دي كده. هنمشي على نفس الخطوات. انا هديها تقليبه، مش هخلي الفلفل يبدل قوي، يعني ازاي كده يبقى افضل. اهي كده الكبده استوت، طبعا ما نزلتش ميه خالص عشان الزيت اللي احنا حطيناه وفلفلت خالص. هننزل دلوقتي بالتوابل زي ما وريتكم. هنا معايا توم بودر وبصل بودر وفلفل وشطه شويه صغيرين وشويه ملح. هنبتدي ننزل بالتوابل دي، وبعد كده هنقولكوا هنعمل ايه. هقلب بقى طبعا، وبعد كده هنجيب البهارات الكبده اللي انا وريتهالكوا، هحطها دلوقتي. اهي دي البهارات اللي انا هحطها، اللي انا جبتها من مايوين زي ما قلت لكم الفيديو قبل كده بتاع المشتريات. هحطها وهبتدي ان انا اقلب. بس كده كفايه.
هقلب بقى كل البهارات دي مع الجزر. ريحتها زي اللي بره بالظبط. الخطوه دي بقى اهم حاجه، اللي هي اهم تكه يعني، اللي هي سر بقى طعم الكبده اللي هي بتاعت العربيات. هنعمل زي حفره كده في النص، وهنضيف معلقه الثوم بتاعتنا اللي احنا عملناها كده، وهنبتدي ان احنا نقلبها. كده بقت ريحتها بالظبط زي اللي بره. هنسيب بقى الثوم يدبل شويه معاها، وكده تبقى جاهزه للتقديم. هقلب وهوريكم في الاخر شكلها عامل ازاي. كده الكبده استوت، طبعا ما نزلتش ميه خالص عشان الزيت اللي احنا حطيناه وفلفلت خالص. هننزل دلوقتي بالتوابل زي ما وريتكم. هنا معايا ثوم بودر وبصل بودر وفلفل وشطه شويه صغيرين وشويه ملح. هنبتدي ننزل بالتوابل دي، وبعد كده هنقوم نعمل. هقلب بقى طبعا، وبعد كده هنجيب البهارات الكبده اللي انا وريتها لكم هحطها دلوقتي. Mm-hmm.